اقرأوا هذا الباب الذي أورد فيه حديثين ووضع عنوانه وترجمته بقوله باب هل يخرج من القبر واللحد لعلة؟ وهذا العنوان الذي جاء على سبيل الاستفهام، هل يخرج الميت يعني من القبر أو اللحد لعلة، يعني لسبب ممكن نخرجه من قبره ثم نعيده أو ننقله أو نحو ذلك. فنلاحظ أن الترجمة جاءت بصيغة الاستفهام، معنى هذا أن الأمر ليس مقطوعا به. فالإمام البخاري رحمه الله كان من منهجه في وضع هذه التراجم التي يترجم فيها ويعنون فيها لما يورده من أحاديث وما تتضمنه من أحكام فقهية، كان يضع بلمحاته الدقيقة الحكم الفقهي الذي يدركه من يعمل الفكر، حتى قالوا له تراجم حيرت الأفكار، وقالوا فقه البخاري في تراجمه، فقد كان رحمه الله محدثا وفقيها. فعندما تكون الأحكام الفقهية التي يوردها في الحديث مقطوعا بها، يأتي بالترجمة مقطوعا بها فيقول إخراج الميت من القبر مثلا، أو عدم إخراجه إذا كان يرى أن الحكم لا يجوز. لكن إذا كان الأمر فيه آراء ما بين مجيز ومانع، يورد الترجمة بأسلوب الاستفهام كما في هذا الباب الذي معنا. أورد ترجمة الباب بقوله باب هل يخرج، يعني هل يجوز أن نخرج الميت من قبره أو لحده بسبب علة من العلل. سيورد حديثين في هذا الباب يفهم منهما أنه يجوز والبعض يمنع، فلذلك جاء بصيغة الاستفهام في الترجمة. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته، يعني بعد أن دفن، وعبد الله بن أبي بن سلول كان رأس المنافقين والعياذ بالله، وكان ممن أشاع حديث الإفك، بل كان رأس الفتنة والعياذ بالله، أراد هز الدعوة الإسلامية والبيت النبوي حين أشاع الإفك المفترى على السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي الصديقة بنت الصديق وأم المؤمنين. لكن انظروا إلى رحمة الرسول، انظروا إلى أي مدى بلغت رأفته وسماحته، إلى حد أن الذي اعتدى وحاول هز البيت النبوي وأن يشيع حديث الإفك أن يتسامح معه إلى هذا الحد.